عقب اجتماعهما الانفرادي خرج الزعيمين التركي رجب طيب أردوغان وفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو للقاء الوفد الذي ضم الوفدين التشادي والتركي من وزراء ومدراء وفنيين وممثلي القطاع الخاص. لقاء درس مجمل المواضيع ذات الاهتمام المشترك في التعاون بين البلدين، خاصة مجالات التجارة، الاستثمار، التعليم، الثقافة والمجالات الأمنية. وقد خلصت هذه الأعمال بالتوقيع على 4 اتفاقيات كانت في المجال العسكري: بروتوكول المساعدات النقدية، واتفاقية تعاون في مجال التعليم، والرابعة كانت اتفاقية في مجال الثقافة بين البلدين. وقد اختتمت الزيارة بحديث صحفي للزعيمين، حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ترفض المواقف المتغطرسة تجاه أفريقيا، مؤكدا أن أنقرة مستعدة لنقل مستوى تعاونها إلى مراحل متقدمة مع تشاد والبلدان الأفريقية الأخرى، مبينا بأنه حث القطاع الخاص التركي لزيارة تشاد وزيادة الاستثمار فيها وتطوير التجارة معها، معربا عن شكره لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو لدعم المستثمرين الأتراك. كما أشاد أردوغان بتعاون البلاد مع تركيا في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكدا مواصلة التعاون بهذا الصدد بين البلدين. فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو شكر الرئيس التركي والحكومة والشعب التركي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وقال إن تشاد تسعى دائما لتقوية العلاقات مع بلادكم لأنها تريد الاستفادة من الخبرات التركية، مؤكدا بأننا في موقفنا للتعاون المشترك ومحاربة الإرهاب. كما طلب فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو من الفنيين تفعيل هذه الاتفاقيات ليستفيد منها الشعبين التشادي والتركي.